أشار رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص لمضاعفة القدرات الإنتاجية للصادرات المصرية. أضاف مدبولي أن القطاع الخاص يوفر العديد من فرص العمل. تشجيع الكامل للقطاع الخاص أنه ينطلق في عملية التصدير والإنتاجية، أي مشاكل أو عوائق بتواجهه بنحاول نحلها له على الأرض وإحنا موجودين معاه، علشان هدفنا مضاعفة صادراتنا وقدراتنا الإنتاجية. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين، يعني حواليا الكاميرات لو تجيب شباب مصر يفرح بيشتغل معانا، موجودين هنا في المصانع دي وبيشتغلوا من كل حتة في مصر. يعني كنت بسألهم انتوا جايين منين، اللي جاي من كفر الزيات واللي ساكن هنا في النبارية، وبالتالي فرص عمل كبيرة جدا بيتاحها القطاع الخاص لمصر، والأهم كل ده إنتاج وتصدير وإن شاء الله تنمية لمصر في خلال الفترة الجاية.